السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اسمي الأمين خلايف، خريج كلية الفراهيدي الجامعة دفعة 24. الدكاترة اللي درسوكم بالنظري وبالعملي دكتور نوار، دكتور وليد، كلهم درسونا، فأعرف كثير من الأسئلة خصوصا بالعملي والنظري اللي جتنا العام واللي جت للطلاب اللي قبلكم. فهذا فيديو للعملي اللي اتوقع راح اشرح العمل بعض المواد العملي باعتبار اللي هم ماخذينه. هذا يعني شرح مجاني صراحه العملي. عندي انا كورسات ايضا للطلاب المرحله الرابعه وطلاب المرحله الخامسه. طلاب المرحله الرابعه شارح لهم فارما، اللي هي انتو فارما مال دكتور وليد وفق ملازم دكتور وليد، وشارح عضويه وفق دكتور نسيت اسمه، وايضا شارح عضويه. اوكي، للي يحب يطلع عليه هنا جزيتكم اياها برابط، ف موجودات بقناتي ادخل تلقاهم. فراح نبدا على بركه الله. هاي الماده طبعا هي 90% عليكم. اوكي، انا حقول لك طريقه الاسئله وشنو اهم المواضيع اللي لازم تركز عليها. اوكي، وهسه انت بدايه الدوام وبعدك بحيلك، اضبط لك هاي العشر درجات لان هذا اللكتشر كلش طويل، بقيه اللكتشرات شوي اخف. اول شيء احنا راح نحكي عن الدراسات الدوائيه، فارمولوجيكال ستادي. هاي راح تاخذها بشكل معمق ان شاء الله بالمرحله الخامسه الكورس الثاني، اللي هو يحكي لك على طرق تطوير الدواء. بالبدايه قال لك اكو دواء احتماليه انه احنا نكتشفه، اتوقع انه هو دواء راح يمر بخطوتين اسمها البري كلينيكال والكلينيكال. بري كلينيكال على الحيوانات والكلينيكال على الدراسات السريريه على الانسان بالمستشفيات وبالمراكز الصحيه الخاصه. بينقسم الى نوعين، اذا كان على الجسم الحيوان يسمونه فايفو، واذا كان على عضو من الحيوان يسمونه فيترو. بيتقسم لك ثلاث برانشز متمثل بيه من فارموكو كاينتك دايناميك اند توكسولوجيك. واضح؟ هاي خاف يجيب لك اياها، احفظها، هذا طبعا كلنا نحفظه اشياء دارجه. زين، الحيوانات اللي احنا نستعملها باو علي، اي شيء تقول مستحيل هذا يجيني، مستحيل دكتور فلان يجيب لي اياه، هو جايك. اوكي؟ بالعملي. ليش؟ لان يعني احنا كنا اي بي سي دي جروبات. كل جروب بي ثلاثة سب جروب. يعني 12 وبعضهم اكثر، قول 15، حلو؟ 15 سب جروب. كل واحد لا يمني وين يودي الاسئله حتتكرر، فكل صغيره وكبيره جايتك من الاخير، وانتو اكثر وسمعت اوه اكو واكو سي ما شاء الله 500 ما ادري ايش قد، احنا كنا 300، فتخيل. فالتنوع بالاسئله حيكون مو طبيعي، واضح؟ زين. الراتس ار ليش احنا نستعمل الراتس؟ وهاي السي في مال الراتس شوفها البادي ويت وما ادري شنو، كلها فراغات. كلها فراغات. شوف يقول لك الراتس وير فيرستلي اكسبوز عام 1800، ليش نستعمل الراتس؟ هذا سؤال كلش مهم جانا كوما جانا اصلا. ليش نستعمل؟ فور نمبر اوف ريزنز، ليش نستعمل الانيمال بالتستنج؟ واحد انكلود فريكونسي بريدكشن، سرعه التكاثر وانا شريد. الجينيتك بيوريتي، النقاوه الجينيه. بعد سيميلاريتيز تو هيومن بايولوجي، التشابه بالايض لدى الانسان، مثل يمضغ الطعام، يبتلع، يروح للمعده ثم الامعاء والى اخره، نفس الاعضاء. اللايف سبام هذا اني اجني فراغات، اللايف سبام ايش قد 100 ليون، الوزن مالته 100 ليون، البريثنج ريت، كلهن اجني للجروبات مال مرحلتنا، فكلش مهم. اوكي؟ اي شيء يجيب لك الله اعلم. زين الرايتس قال لك انه هن هاي الهيوميديتي مو كلش مهمه، هنا أنا تعالي. قال لك انه هي لازم هاندلنج تو ريديوس الستريس، لازم تعرف شلون تتعامل وياها، وانت تلزم الماوس راح يعلمكم الدكتور شلون تلزمون الماوس وشلون تحقنونه والى اخره. السؤال اللي جابناه اللي كلش مهم قال لك انه سيفرال بلاد كان بي كولكتد فروم سيفرال سايتس، وسكت وكمل الفراغ. يعني شنو هاي الفراغات؟ واحد التيل فين، هاي راح تعرفون ان شاء الله بهاي المحاضره شنو التيل فين، اللي هو الشريان الموجود، عفوا الشريان اي الموجود بالذيل. ريتيو اوربيتال ساينس، هاي بالتجويف العيني ما وراء العين، والفين كافيتيز اور كارديك بانشر، هاي راح تعرفون ان شاء الله بالمحاضره شنو هذه المصطلحات. هذني فراغات كلش مهمه يجيب لك اياها ويكررها، وممكن يكون عن طريق اي في اور، هسه هذني احنا نجي نحكي عليهم. عندك المايس، المايس اللي هو بالحقيقه اللي احنا نصح للماوس. اوكي، ماوس هذا هسه جاي اشر بيه. المايس اللي هو هذا موجود بالصوره، اوكي، الاصغر من الراتس. هذا اني ايضا حفظ فراغات كلش مهم. اوكي، ليش نستعمل المايس بالدراسات؟ هاي سؤال كلش مهم جابناه.
المايس هاي قال تلقى هاي الجملة، تلقى هذا السطر شوفه studies in human biology and diseases. ليش نستعمل المايس بهذا الشيء؟ الجواب يكون the mice and the human genome are 95% متشابه، 85 عفوا 85% اكو تشابه ما بين جيناتنا وجينات الفار، و 99.5% تتطابق بالجينات وبالوظائف الحيوية ويا القردة. الفرق ما بيننا وبين القردة منطقة بالدماغ يسموها المنطقة التحفيزية، منطقة الرغائب، بس هاي ما موجودة عند القردة. اوكي، اللي تحفز الانسان انه يكون شكله حلو، لذلك القردة تلقاها ما ادري شلونه انه يرتب نفسه، انه يطور من نفسه، انه كذا، هاي موجودة عندنا ما موجودة عند القردة. الفئران نسبتها 85%، واللي هسه مهجنة، مهجنة مسوي لها تحسين بالجينات وما ادري شنو، تكون كلش غالية، هاي توصل نسبة اعلى 95 96. اللي اختبروا عليها فيروس كورونا كانت 98. زين، فقال لك انه هي similarities and those similarities have made the mouse a powerful model for human studies الى اخره. قال لك handling هذا الى اخره. هذني عبارة عن فراغات لطيفة كلش مهمة، اللي هي قل لك بانه الفروغ يستعمل المن physiological study، البينك يستعمل الهايبرتنشن تيستز، الالرجيك رياكشن، سكرينينج فور انتي اسمتيك دراج. واضح قايل لك الراتس شنو اكسبنسيف، ولكن تستعمل للاجل سيف افكت. والمونكي هذا نحتاخذونه بشكل مكثف ان شاء الله بالمرحله الخامسه الكورس الثاني بالماده الوزاريه، اذا بقت وزاريه لسنتكم. زين، روتس اوف دراج عندنا هي اما اورال، هاي الملخص مال هذا اللاب، اما انترا عن طريق الفم اللي متمثله بالاورال والادخال، هسه احنا نعرف شنو هذا الني اي ام اي في اي بي الى اخره. زين، نجي الى روت اوف ادمنستريشن. الروت اوف ادمنستريشن متمثله تعريفه خاف يجيب لك اياه بانه هي وضع الدواء داخل الجهاز الهضمي للحيوان، نقطه راس سطر، عن طريق اما عن طريق الحليق او تحت الجلد. اوكي، روت عفوا روت اوف ادمنستريشن هي داخل جزء من الدوره الدمويه، هسه عن طريق الجي اي تي او عن طريق الحقن والى اخره. هذا حفظه التعريف مالته. الاورال هو سوالونج عن طريق الفم، ممكن انه يكون اما اكل فود اور درينك. الادفانتج مالته هاي جابناهن كلهن، هسه انت قلت لك مستحيل يجيبها، ليش؟ لان 11 نقطه ما ادري شنو جابناها، فاحفظ وياي. الادفانتج مالته انه سيف، هسه انت ليش تفضل الكبسول على الابره؟ اولا بينلس، ما بي الم، انت تاخذ سهل البلع. اوكي، سيف، كونفينينت، مقنع يعني سهوله عندك، بيلس ما بي اي الم. اوكي، فور سم انيمالز الى اخره، ايكونوميكلي اكثر اقتصاديا، بعد نو نيد فور اسيستنت، انت ما تحتاج واحد يبلعك الدواء. زين، الديس ادفانتج مالته سلور ان اكشن، لازم انت تنتظر هذا الماوس ياكل يوصل للجهاز الهضمي وتقعد تصفن عليه لوتش. اوكي، فهاي مشكله ابطا بالشغل. هذني النقاط عندك، هاي وحده شوفها، هاي وحده، الثانيه والثالثه والرابعه كلش مهمات، فراغات ايضا. بولر دراج كان نوت بي جيفن از ذي ار نوت سولبل، الادويه القطبيه اذا تتذكرون قلنا الدواء اللي يمتلك شحنه ما يعبر عبر الجهاز الهضمي، هاي دائما. اوكي، اي بولر دراج او اي شيء جسم او اي جزيئه تملك شحنه ما تعبر. جاب انها فراغ شنو؟ يقول لك اعطي مثال بالفراغ، اعطي فراغ، فراغ بولر دراج كان نوت بي جيفن اورال بيكوز از نوت ابزورب، يا دواء تكتب ستريبسوميسين. مهم كلش هذا، هذا بين قوسين فراغات تحفظ لي اياهم. اعطيني مثال على ادويه تدمر عن طريق الفم بسبب الاسيد مال الحموضه مال المعده، اعطيني اياهم، بنسلين، انسولين، اوكسيتوسين. اعطيني مثال على ادويه تدمر بسبب الفيرس باس ميتابوليزم مال الليفر، المثال عليه هو المورفين والايزوبيرالين. اوكي، قال لك انه هي بيت تيست الى اخره، هذا اخر سايد افكت تكمله، ايضا تحفظ لي اياهم حفظ كتعداد. اوكي، زين، هاي صورة للتعذيب، ما ادري اقصد للتجارب. زين، الانترا عندك الاورال، الاورال اما يكون عن طريق الدرينك، انه تخلي الدواء ويا المي او عن طريق ويا الفود، اديتيف تو ذا فود. زين، الانترا جازتريك، الانترا جازتريك شايفين احنا الطفل احيانا نوكله بيمن بابره، اذا شايفيها اوكي نوكله بابره، هاي تقريبا مماثله للفيران، باستثناء ان احنا حنوصلها للمعده عن طريق وينها مساحتها. مهم، هسه حتشوفون الصوره هنا الها، هاي هاي شوفها، هاي تدخلوها الى داخل امعاء، عفوا داخل المعده. زين، خلينا نشوف انترا جازتريك جافاج ادمنستر دايركتلي فلويد، تعريفه كلش مهم، يقول لك عرفه واذكر لي مثلا وحده، اذكر لي ليش استعمله. شوف السؤال مالته،
عرف الانتراجاز الترقافاج اوكي، وش وقت استعمله، وشنو الدوز مالته، اجانا هي السؤال. فتعريف الانتراجاز الترقافاج يقول لك بانه ادمنستريشن، انه انت تشيل الدواء، السائل كان او صلب، سائل على الارجح 90% من السوائل دايركتلي وين الى المعده مال المايس. ليش؟ على مود تتجنب مشاكل انه اخاف على مود الاكيورسيتي، هسه حنعرف على مود اكون الدوز كلش دقيقه. شوف الايزوفيجاس اور ذا ستومك قال لك شنو الشكل مالته، شي يكون اند بول فيدد، يعني النيدل مالتنا تخو ما احتقن مثل هاللي تحقن بالوريد، غير تزرف المريء مالته، لا تكون النهايه مالتها شلون الطوبه، على مود يصير انزلاق ما بين المريء والاعضاء الداخليه يعني ويا الابرة. اوكي تنجوز فوت ثوم ذا ماوث تو داون تو ذا ايزوفيجاس. زين هنا انا حكي لك على الشكل مالتها، اقرا ما بيها شيء، انا هنا عندي شغل. يقول لك الجافج از اوفتن يوز تو ريسيرش سيتنجز، شو وقت تستعمله هذا هنا. Instead of mixing substance with water or food, ensure accurate dose to the animal. اوكي؟ انه انا على مود احرص على انه الجرعه تكون دقيقه، انا اعطيها ويا من بشكل مباشر للامعاء. قال لك انه لازم راد لها شخص يعرف ايش يسوي، هو ما يدخلها فرد مره للامعاء، لازم المعده او الايزوفيجاس. وهاي الدوزات كلش مهم جابناها ايضا، للنانو اكويس جاب الكاف كفراغ، للنانو اكويس ايش قد؟ والاكويس ايش قد؟ واضح؟ 10 ب 20. زين. الروت اوف ادمنستريشن متمثله بمن بالسبلينجول والبوكل، هسه الانواع البقيه. هاي اذا انتم سامعين حبايه تحت اللسان او حبايه بالتجويف الفم. يقول لك الدراج، هاي جابها في كفراغ. الدراج از بليس بينيث ذا تانك، وسكت بين قوسين سبلينجول. وجاب لك اما ذا كروشت اور ان ذا ماوث سبريد تو ذا بوكل ماوث، يصيح له بوكل. يعني اما يطحن وينتشر داخل الجوف الفم يصيح له بوكل، او تحت اللسان حبايه تحت اللسان يكون شو يسميه سبلينجوال. الادفانتج مالته والديس ادفانتج كلش مهماتين، قصيره وحلوه ولطيفه. الكويك اون سيت اكشن بيكوز ذي ار رابيد ابزورب ديو تو مور بلاد سبلاي، لان الدم هواي كلش بالفم اوكي، وخصوصا منطقه اللسان. قال لك انه يعبر لك الكبد فما يتدمر، والسايد افكت ماله يكون كلش قليل. واضح؟ الديس ادفانتج يسبب الروتيشن مرات، انه الادويه هاي كلش مهمه، جاب لنا ايضا فراغ. اعطي مثال على جزيئه عالي هاير مولكيولر ويت ما ممكن انه اعطيها سبلينجوال مثل من الانسولين. اعطي امثله شلون السؤال يجيك، عرف السبلينجوال والسبوكل، او عفوا السبلينجوال والبوكل، عرف اعطي ادفانتج والديس ادفانتج واعطيني امثله عليه. خوش سؤال. عندك ايزوزوربيت داينايتريت، هاي ادويه موسعه للشرايين، يستعمل الاشخاص اللي عندهم انجينا، اوكي؟ نايتر جليسيريد تابلت فور انجينا، وهذا اني فور شنو؟ احفظ لي اياهم، اوكي؟ وعندك الايزوبيرالين سولفيت تابلت للالم للاسما، هذا اني حب مثال على هاي الحاله، زين. انترا روتين ادمنستريشن قايل لك بالركتال، هسه وصلنا الم للتحاميل وانواع اخرى، هذا النوع دق جوجل وشوفه، صراحه انا ما شايفه لا بالصيدليات ولا باي مكان، اوكي؟ حتى اثناء دراستنا المرحله الخامسه ما شافها. قال لك الريكتال المتمثله بالسوبستريز التحاميل، الادفانتج مالتها اذا المريض كان عنده تقيؤ وما يقدر ياكل عن طريق الاورال اعطيه اياه ريكتال. يعبر، قال لك انه يعبر الفيرست باس ميتابوليزم. اوكي؟ بعد يوسفول فور جازيتك ريتيتنج دراج، الادويه اللي تسبب مشاكل للمعده، مشاكل للامعاء او الى اخره اقدر اتجنبها. الديس ادفانتج chances of rectal inflammation، يصير التهاب بالمنطقه. بعد الابزوربشن غير منتظم، الامتصاص مالته غير منتظم، وانكونفينينت اور امبيرسنج، يعني رجال ايش كبر ايش قد هاك عمي تحميله زحمه صح؟ ف فور سم بيشنت هاي الديس ادفانتج مالته. الاكزامبل عندك الجليسيرين والدولوكوكس سوستريز، هذا اني من الامثله على هاي الجروب او طريقه الادمنستريشن. حلو؟ هذا اني الامثله كلش مهم تحفظها، لان السؤال يجيك الادفانتج والديس ادفانتج واكزامبل. عندك الامينوفيلين برانكيوديليتر انديوميثازين انت انفلمنتري سبستريز فور سيستميك اكشن، هو جاب لنا سبستريز فور سيستميك اكشن وعافلنا اللي فوق كله فراغ، فانت تقعد تكتب هذرني كلش مهم. زين البارنترول هسه باوع لي هسه كم نقطه؟ 1 2 للعشره 11 12 13 مو 14. حلو، مستحيل يجيبهم، خو ما يجيب لك عدد، جابهم عدد، جاب لك عدد 10 منهن واذكر لي الشرح اللي قدامهن، شلونك ويا هاي؟ زين.
قال لك البنتول هو شنو يخاف يسألك لك ليش هي هاي سباي افيلابيلتي؟ شو تجاوبه؟ قال لك سبستين بيكوز ذيس موست افويد باس فيرست ميتابوليك اوف ذا هيباتيك ميتابوليزم، يعبر الكبد. واضح؟ هاي السؤال ايضا بقوا ببالكم. العدد بالوريد اي في وين؟ بالوريد. الاي بي بالابدومن، وهكذا تحفظ هذا كلياته. اوكي احنا صراحه كنا متوقعين يجيب لنا 10 فحفظنا لهنانا. واضح؟ هذا اللي حفظناه لهنانا. زين الانتراتيكو انترا سباين حفظناه بحد على الصفحه لان بي اسئله مهمه انه هي يعني داخل العمود الفقري، فهي كلش مؤلمه يعني تتخيلها مجرد تقدر تعرف الفوائد والمضار مالتها، انه هي تعبر لك البلود برين وتعبر لك السي اف اس بيرير، يتطلب كلش هاي جين عاليه يعني نظافه، شو يقول لك استريك السبتيك كونديشن كلش صارمه، ظروف نظيفه جدا تو جريتر اكسبيرينس، وايضا يتطلب لها خبره عاليه يعني اخوي يحيط بالعمود الشوكي. زين بينفول اند ريسك بروسيجر والى اخره من السايد افكت مالته. مثال عليه هو الاوكزيليكان، هذا تجيب لك اياه ام سي كيو، يقول عفوا تجيب لك اياه فراغ، يقول لك مثال علي من فراغ انجكشن فور بروفايندنج سباينال انستيتكس، فانت لازم تعرف. عندك البقيه ايضا نطلع عليهم، هذا راح نجي نشرحه ان شاء الله بالاخير، اللي هي هذا شوف هاي السطر جاب لنا فراغ كله ريتيو بيتال وين يكون، فانت لازم تكتب ذا ريجن بيهايند ذا جلوبال اي، يعني راح تعطي نيدل بالعين او بالتجويف مال العين. اوكي هسه حشوفها بالاخير. زين السب كوتينيوس انجكشن، السب كوتينيوس انجكشن هي البيست سبوت وين يكون، اما على الخلف يعني المنطقه ما قبل فوق الذيل يقول لك اوكي، او ورا العنق. هاي شوفها هاي اي هنا، هاي حيعلمك عليها ان شاء الله الدكتور شلون تضبها، ولازم دقيقه. شوف يقول لك ليش؟ لان لوس سكين اون ذا باك اوف ذا نيك. اوكي خاف يجيب لك اياها ليش؟ دير بالك. يقول لك الماوس ممكن انت تتعامل وياه بكل سهوله، ولكن الرات يتطلب، لان الرات اكبر راح تشوفونه، الجرذ يكون اكبر. Not suitable for large volumes، هاي السايد افكت مالته، وممكن انه اني يقول لك insoluble substories ايضا ممكن يستعمل. هاي مو كلش مهمه، بس هاي مال لارج فوليومز ايضا مهمه. هاي صراحه ما حشرحها لان انتم حتطبقوها، وهي كلام يعني درخي تجيك، اي تجيك، انا اقول لك تجيك، فانت لازم حافظها. جت والله لحده للقوبات صراحه، وانا شفتهن وما كنت قاريهن، فقلت بويا يريد يجيبهن خلي يجيبهن ما اقرا. فانت لازم يعني اذا تريد فول مارك وتخاف لا ما تجيك فدير بالك، يعني عفوا خاف لا تجيك فلازم تحفظها حفظ. بس انت اساله جزء بركه الله هسه انا متهاون وياكم. زين الاي بي انجكشن هي اشهر نوع، انتم راح تطبقوهم كلهم ان شاء الله. كومنلي يوز ان رات اند مايس، سينز مايس ار ليس، المسل ماس اقل، سو سمول اند ذا فيني ار ديفيكولت تو فايند، يعني الفئران الصغيره انا افضل ان انا احقنهم بالمعده او بالبطن، عفوا مو بالمعده، بالبطن بالمنطقه البطنيه. الادفانتج مالتها يقول لك رابيد ابزوربشن تقريبا مثل الاي في. ليش؟ هاي مهمه بسبب السيرفيس اريا. اوكي السيرفيس اريا العاليه للمنطقه البطنيه. الاي بي ادمنستريشن يقول لك فاستر ابزوربشن الى اخره. سوتبل فور اريتيتنج كومباوند مثل كيتامين، هاي فراغ، او الفينوباربيتال فراغ، كلش مهمات. انتوا راح تطبق تستعملوها الكيتامين، اتذكر انه احنا راح نستعملها باللكتشر اللي عفوا باللاب اللي بعده ان شاء الله. تتاكدون ها هاي الماده اعتقد او غير ماده راح نحقنها للماوس وراها نعطيه مورفين نشوف يسكن الالم لو لا، اتذكر هالشيء. فقال لك انه الماوس ايضا يتعامل وياه بشخص واحد والرات هذا لشخصين، انه هي الفوليوم اوف ذا فيكل هاي تحفظ لي كلش مهم، جاب لنا ايضا فراغ. زين الاي بي هذن المعلومات اللي هنا انا حقيقه ما حشرحن لان طريقه هاي التطبيق العملي وما اتوقع صراحه يجيبه، فانت اقرا اذا جابه انت اصلا انا قلت لك اقرا. زين الاي بي كومبليكيشنز او الديس ادفانتج مالته خلينا نشوفها. قال لك البوتنشال ريسك اوف سايد افكتس سيتش از بيتريوتس او بيترينوتايتس عفوا، اللي هي شنو؟ يصير التهاب بيمن بالبطاقه البطنيه، يصير انفكشن انفلاميشن. واضح؟ زين الريسك اوف انه انت الحقن ملادلها خبير، احنا بوقتنا كتلنا واحد من الفئران ليش؟ مو كان ما نضربها بالمنطقه البطنيه بالجلد بالعضلات بالعضلات تعتبر، وكان ما تضربها بالعضلات ولا تضربها بالكلى وكتله. اوكي جي اي تي كيدني لوب اوف باول الى اخره، لازم انت تضرب العضلات. زين
Some substances can cause mild to moderate irritation. زين. الاي في من اهم الاي في اللي احنا حكينا هو التيلفين انجكشن. يعني تخيل يحط هاي تستعملها، راح تحشر الماوس، راح تحشر الماوس بهذا الجهاز وبالفين مال ديل راح تحقن الدواء. اوكي زين. The teal vein injection is some commonly root. It's the most effective means من اجل انه تعطي سبستنس على مود يعبر شنو الفيرست باس ميتابوليزم مال الليفر. زين. التكنيك كلش صعبه وراد لها شخص يعرف ريستريكتد ديفايسز اللي هي هاي انه انت تحصلها بال على ما يضل يتحرك. Performed in mice and rats استعمل بكل الحالتين. قال لك الريترو فين لوكيتد ايذر سايدز اوف ذا تيل. هاي معلومات صراحه بقيه يعني كلش مهمه اطلع عليها للقراءه. اوكي لا اكثر ولا اقل. هاي هنا هو الحكي الصدق. هاي جاب لناها شوف هو اما يجيب لك ثلاث اسئله سهلات يعني مقارنة او يجيب لك سؤالين شوي الحكي بهن ثقيل. هذه من الاسئله اللي يجيب لك سؤالين احنا جاب لناهن. السؤال الاول كان فراغات والثاني قال لك عدد الادفانتج والديس ادفانتج مال اي في انجكشن. هيش يعني شوي راعيك بلا فانت هاتي قاعد تذكرها اللي هي كلين الادفانتج والديس ادفانتج. اوكي انا ما حمر بهن كلين لان اصلا احنا شرحناها سابقا فانت يتطلب انه انت تحفظهم. واضح؟ زين هسه تقول شو كله حفظ حفظ. انا جاي بس ابين لك الاسئله صراحه يعني على مود تستفاد والملاحظات اللي عليها. زين الاي ام انجكشن زين ريزولت ان يقول لك الضرب العضله اللي هي بالتحديد وين الانسان وين يضرب من تقول له عضلي اضرب عضلي راح يضرب الفخذ. اوكي الماوس نفس الشيء الفئران عفوا الراتس هي نفس الشيء. ليش؟ لان المايس شو شو يقول لك المايس ما محفظه لانه انت تضربها. ليش؟ لان ما عندك كتله عضليه تروح تضرب العظم. اوكي زين قال لك انه سمولر فوليومز ار ادمنستريشن تيرمسكلي اقصى حجم عندك الحجم هاي كلش مهم ان انت تنتبه لي عليه. قال لك ان راتس اكثر من 0.2 ملي ليسايت مي بي انجكتد انتو ذا جلوتر ماسل. زين قال لك suitable for aqueous and specific depot. aqueous معنى مائي والديبوت معنى دهني. اوكي راح تعرفون ان شاء الله بالمستقبل بالسنوات القادمه شنو الديبوت وشنو السولبل. زين الادفانتج مالته سريعه ثابته predictable less variable rapid action والى اخره. قال لك انه الديبوت انجكشن ممكن انه ايضا يصير بهذه الطريقه. الديس ادفانتج مالتها انه راد لها ظروف تعقيميه خاصه وانه يصير احتماليه انه يصير التهاب بالمنطقه او انه يصير بها قيح. اوكي زين قال لك النيرف دامج ممكن يضر العصب. انت مو تضرب العضله راح تضرب العصب هاي ايضا احتماليه. وقال لك الفوليومز ما اقدر اطيح جام كبيره فقط من 5 الى 10 مل هاي تحفظ لي اياها. زين هاي اقصى شيء يعني الماكسيموم. زين البروسيجر صراحه يعني هاي عليكم لان ويمكن حتى الدكتور راح يعني بس هاي شلون تحقن الماوس راح يبين لك اياها عملي. اوكي زين عندك الاخيره اللي هي ريترو اوربيتال انجكشن بالمايس اللي هاي الطريقه بديل عليما على التيل على اللي متقب الديل. قال لك لازم اول شيء تخدره للمايس ما يصير لانه راح يظل بس يتحرك عن طريق استنشاق غاز مخدر. والنيدل بليس انتو ذا ويسكت يجيب لك فراغ ريترو بوبولار سبيس اللي هي الريجن بيهايند ذا جلوبال اوف ذا اي كلش مهمه تحفظ لها هذا فراغ. زين قال لك عده عوامل لازم انت تاخذها قبل لا تعطي اي سبستنس على شكل دواء سواء ثيرابيوتيك او اكسبيرمنتال. لازم انت اكو عده عوامل تنظر لها بالحسبان. اول شيء البي اتش مالتها هاي المفروض انتم تعرفون يعني شنو اهميه البي اتش باعطاء الدواء. ستيريليتي انه تكون معقمه. كيميكال نيوترال اودر تيست هذني كلهن عباره عن حفظ. شوف هاي يقول لك عدد لي الفاكتورز اللي يعتمد عليها لما اختار دواء ربما يقول لك خمسه او سته او كلهم. اوكي البي اتش كيميكال ناتشرال هل هي حساسه للضوء الى اخره. ذا دوز كلش مهمه الفريكونسي اوف ذا دوز كم مره باليوم. اوكي والفوليوم. زين الروت اوف ادمنستريشن ديترمايند برايمري باي هذا اللي جاب لناها كلش مهمات. اوكي عفوا هاي كانت مو تكمله وياها اي هذا اربعه يجيب لك اللي هي الفاكتورز. زين الروت اوف ادمنستريشن تعتمد على من او تحددها بشنو يعني شنو العوامل اللي تخليني انا حختار اورال لو راح اختار عضلي. اوكي شوف ذا بروبرتيز اوف ذا دراج خصائص الدواء نفسه اللي انا اريد احقنه هل هو ووتر لو ووتر سولبل لو ليبيد سولبل الايونيزيشن الى اخره.
زين الثيرابيوتيك اوبجكتيف يعني انا شنو اللي اريد من انا اريد اطيل له هذا الدول اللي انا اعطيته اريده يشتغل سريع دو بطيء شوف ايش يقول لك رابيد اون سيت اوف اكشن لو لا ذا نيد فور لارج تيرم ادمنستريشن هل انا احتاج كميه كبيره من الدواء فاعطي اي في لو صغيره فاعطي مثلا اي ام عضلي اوكي والى اخره زين الفيكل اللي اني راح اخلط الدواء وياه خصائص مالته كلش مهمه البي اتش اوف ذا كومباوند يقول لك النونج ذا بي اتش انه انت تعرف البي اتش الماده اللي احنا هسه احنا بالعاده شايفين ابره السيفيترياكزون او الاموكسيلين الاموكسيلين اللي احنا نحلها بالمي اوكي هذا المي لازم له بي اتش معين على مود يشتغل او السيفيترياكزون الاموكسيلين الباودر مسوي لها بي اتش معين على مود لما نحقنها يكون متعادل اوكي فيقول لك انه الايم فور بي اتش هو حوالي 7 اوكي اذا جريتر اور لوور ذن ذن 7 راح يسبب لك مشاكل اوكي راح يسبب لنا مشاكل فيقول لك افضل شيء انه تخلي 7 انه لازم يكون السوليوشن يوز ستيرلايز هو النورمال سلاين اكثر شيء اوكي الانجكشن ات هاير اور لوور بي اتش بريبريشن مثل عضلي او سوب كوتينيوس وود بي بينفول اند كوز نكروسيس واضح اذا انت زودت بالبي اتش او نقصت بي يسبب لك التيشيو دامج اوكي او نكروسيس الاكزامبل عندك هذا اني كلش مهم ما تحفظ لي اياهن هاي مره ثانيه رجعنا عليهن اللي هو فينوباربيتال از فيري بيسك تقريبا لل 11 ات كان نوت ات كان اونلي بي ادمنستريد از اي في اور اي في مهم كلش كلش مهم واضح تحفظه وتحفظ البي اتش مالته والكيتامين اللي هو كلش حامضي اللي سبب اذا حقنته بالاي بي للماوس يظل يحك اوكي زين فلازم انت تخففه زين هاي الكاركترستيك البقيه مثل الاوردر والتيست هذني كلش مهمات بهن اسئله يخبلن شوف نجي المن للتيست اند اوردر التيست اند اوردر جاب لنا بوكتنا انه عدد لي اعطيني عفوا مثال علي من على ادويه الطعم مالتها بيتر يقول لك بيتر تيست اوكي اعطيني مثال عليها وشلون انت ممكن تحسنها مثل التتراسايكلين دوكسيسايكلين والميترادايازول فلاجيل شلون تحسنها ذني ثلاث ادويه الطعم مالتها باهت هسه تاخذ فلاجيل تابلت وحطه على لسانك تحس شلون طعم الحديد اوكي زين ادينج صد من 2 الى 0.5 سكروز لكل واحد ملل ميكينج ذا سوليوشن من 2 الى 5% سكروز انهانس بليتابيلتي يحسن لك من الطعم مالته الموكوس مو كلش مهم اقراه السولوبيلتي جاب لنا عليها سؤال اعطي مثال على انسولوبل كومباوند ذات ماست بي ادمنستريشن از سسبنشن اعطي مثال على ادويه ما تذوب بالماء ولازم نحضرها كسسبنشن مثل من عندك السولفاميثاكزول ميثاكزول والترايميثابرام هذا اللي لازم ينعطان على شكل سسبنشن ولازم اكيد اي سسبنشن لازم شيك بيفور يوز واضح زين اللايت ريزيستنت يعني مو كلش مهمه لازم تكفرها تحميها من الضوء اما الفيكول هنا انا عندي قضيه وياهن هذا اللي جني وانا ما جاوبتن لان قلت مستحيل يجي بنشن اشياء بسيطه الواتر فور انترا ادمنستريشن الكورون فور جافاج كل واحد يقول لك منهن عدد لي الفيكول تايبس اند ذا يوز عدد لي انواعهن وشنو يستعملن الايثانول اتذكر كان كتبناها بالايديان لان هاي كان خطا بالطباعه يمكن فاما يجز لكم او يكتب لكم استعماله اثناء المحاضره الايم فور اوف اكسبيرينس جابها احنا مو كنا الجروب الواحد بي اي وبي على مود لحد ينقل حلو فشنو انا كنت اي والمقابل كان بي جايب لهم هاي الايم اوف ذا اكسبيرينس احنا جاب لنا الادفانتج والديسادفانتج مال اي ام يعني اللي كانت كل صعبه زين فهذا ثلاثه كلش مهم انه انتم تحفظوهن الاخر شيء انا جاب لنا فراغ ايضا there are two type of style manual resistant تحفظ لي هاي الاسماء اللي هي الاي بي والسنجل هاندلنج او الدبل هاندلنج هاي بالعاده نستعملها للراتس لان اكبر بالحجم وهاي نستعملها للمايس لان اصغر بالحجم اوكي لان انا راح انهي الفيديو حاولت انا اخليه نص ساعه فقط على مود لان هو لاب يعني المفروض شويه خفيف ولكن بالحقيقه اللابات مال هاي المرحله عباره عن لكشرات مال المرحله السابقه وجوز انت اصلا لاحظتوا شنو هاي 30 ورقة 16 ورقة كانت انتم متعودين على 5 او 4 المهم كل التوفيق ان شاء الله اذا انت طبعا اشترك ان شاء الله تشترك بقناتي مال تيليجرام مال يوتيوب ان شاء الله القادم اكثر واكثر ان شاء الله افيدكم وتفيدوني عندي فارما عندي
عضويه اذا انت ما فاهمها، موجوده ايضا بقناتي قلبهن. وان شاء الله وياكم للمرحله الخامسه، اي سؤال محتاجينه انا موجود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.